مثل ما سبق وقلت لكم في جامعاتنا اللبنانيه والسوريه والعراقيه على طول عندنا الشعر، عندنا الزجل، عندنا تراثنا يلي بنحمله معنا وين ما رحنا وين ما حطينا باي ارض. ما بننساه لانه مغروس فينا ونحن مغروسين فيه. نطلب من الاستاذ سعيد الحاج يسمعنا قصيدته يلي محضرنا اياها لهالنهار. استاذ سعيد اوكي تفضل. الله معكم جميعا. من سنة تقريبا التقينا بهالصرح العظيم بحضور غبطة البطرك الكلية طوبة ينذكر بالخير، يونان مع سيادة المطران كمان ينذكر بالخير، سيدنا يوسف مع لفيف من الكهنة والمطارنة والأحبة لإحياء ذكر مجازر سيفه. واليوم عم نلتقي بذات الصرح الحلو لحتى نحتفل بالذكرى الخامسة لتأسيس كنيسة مار بولس للسريان الكاثوليك بأوتاوا جاتينو، ولكن اليوم بمباركة مميزة، مباركة سيدنا مار بول أنطوان نصيف أسقف كنيسة السريان الكاثوليك في كندا. تحياتنا، بركاتك سيدنا وإرشاداتك، وإن شاء الله عطول تغمر جميع أبناء الكنيسة بمحبتك وبصلواتك. باسم الحلق، باسم الوفا والذوق، إلكن تحية باس هالزيبق. باسم الوفا، باسم الحلا والذوق، إلكن تحية باس هالزيبق. تاني التقي فيكن غمرنا الشوق غمرة زنوط العطر للزنبق. ويا كاهن هالرعية بجو هادي انحنى المريخ يضرب لك تحية حامل اسم فادي وقمت فادي بقلبك كل أبناء الرعية. ويا سيادة المطران، يا سيادة المطران من إعصار تفكير شاعر دوخ الدفتر، بهديك شعر مسوسح الأنصار بتفوح منه ريحة الزعتر. بقلك حقيقة وبسما الأبصار نجم الصراحة مخطر تبختر. مش كل بولس متل بولس صار وإن التاني بولس وأكتر. وبذكر خمس سنين ع تأسيس كنيسي عليها ربنا تردى، حملت اسم مار بولس القديس يلي برسالاته عمل خطة. جينا ورفعنا راية التحميس عدعم مش محصور بالفضة، عدعم روحي بهيكل التقديس تنشوف كل إنسان من نصار تعبى بالله من الدين تفضى. احي احي معي يا فلسفي، احي احي معي يا فلسفي، احي ومن منصبك ما بريد تتنحي. ان اشتي الشمس ع دفترك عنوان من دفترك بقوة بشر محي. احي معي يا فلسفي، احي ومن منصبك ما بريد تتنحي.
إن قست الشمس عدفترك عنوان من دفترك عتمة بشر. محي ويا سيادة المطران يا وجدان قلب الكنيسي وجفنها مصحي بحق البلاغة وجوهر القصدان. مفروض نتعلم على ايديك نحب ونختم نسامح نضحي. شكرا سيدي. Merci madame.